صباح الخير يا استاذ. صباح النور. الحمد لله بالسلام. الله يسلمك. صباح النور. انت ليه قاعد على مكتبك؟ لا عادي، انت بقالك 3 شهور اجازه فقلت اقعد هنا لاني مش عارف انت راجع تاني ولا لا. صباح الخير يا هند. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هاك احسن اجتماع النهارده ان شاء الله. بقالي 3 شهور بعيدة عن الشغل، كنت عايزة نتيجة الدراسة دي لو ممكن. دي حاجات اشتغلنا عليها وحضرتك مش هنا، راجع الدراسة من أولها وهتلاقيها. أنا بس محتاجاها ضروري عشان الاجتماع كمان شوية. كرهي يا أستاذة، هو أنا هعمل شغلي وشغلك؟ الأرقام موجودة لو عايزاها روحي دوري عليها. أستاذة هند اتفضلي مكانك.